مجموعة فاصلة بعد نص ساعة تيم ستارفيش تفصل وتيم ستارفيش سيبدأ على الارسال ممتاز هنا من اللاعب تيبسلفيتش أخرى. البداية الآن ويتقدم تيبسلفيتش أمام ثلاث فرص يحتاج إلى هذا الشوط بعدما فقد أشواط متتالية يحتاج الآن لشوط يانكو تيبسلفيتش حتى ينسى ما حدث في المباراة الثانية ويحقق الشوط الأول إذن تحدثنا عن أهمية هذا الشوط ويتمكن من هذا الشوط تيبسلفيتش إذن فقد تيبسلفيتش أربع أشواط متتالية هذا الشوط كما ذكرنا شوط العودة وشوط النسيان للمجموعة الثانية للاعب يانكو تيبسلفيتش تحمل
هذه التسديدات كلما هاجم أندي ماريه تكون أفضلية. هذا ما نتابع مثل هذه الكرات اللي يتهزها ويتحول إلى الهجوم يتفوق فيها اللاعب البريطاني. سلسح لا يصد 127 ميل بالساعة سرعة الإرسال لأندي ماريه موجه بشكل ممتاز. شوط لأندي يعادل النتيجة شوط لشوط. شوط لشوط بداية كل شوط هام. آخر مرة التقوا واحتكموا لمجموعة فاصلة في مواجهتهم في دبي 2010 تمكن تبستربيتش أن يفوز بمجموعتين لمجموعة واحدة، ولكن كان يعني قد حقق الأولى وتأخر في الثانية لأن نفس السيناريو. وصول هنا محاولة ولكن تخرج هذه الكرة. حاول في هذه الكرة لم يأس ولكن تأخر في الوصول في هذه البطولة. ستيبسيرفيتش خاض لقاء واحد من مجموعة الفاصل أمام ديمترو أمام اللاعب دولكوبولوف، بينما أندي ماريه لم يأخذ أي مجموعة فاصل. هذه أول مجموعة فاصل في ميامي لأندي. يبحث عن كسر آخر وهو الآن متأخر. تبسربيتش فقد شوط الإرسال ثلاث مرات في المجموعة الثانية، نسبة كبيرة للاعب عنده أكثر من 88 أو 8 نعم 88% من هذا الموسم يكسب، نسبة كبيرة. لاحظ الاخطاء بالفوراند 21 تبسيرفيتش 7 نقاط التي فقدها أندي ماريه في الاخطاء المباراة الاكبر في الباكهاند، ولكن في الفوراند عنده 7.
ضياع الارسال الاول يزداد الضغط على التيم سيرفيس لان فرصه الكسر على الارسال الثاني وهذا لاعب مهاري في الاستقبال. ولاحظ نتحدث عن اهميه النقطه وامكانيات العاليه لاندي ماري على الارسال الثاني ضعيف يسدد خارج ويتحدى. اعتقد في مثل هذه الكرات السهله ماري اعتقد بان حكم الخط من الصعب ان يرتكب لان ما كانت سريعه كانت سهله. ما اعتقد انه ارتكب خطا بالفعل ما يرتكب خطا كره سهله مرتفعه من الصعب ان يرتكب خطا. لاحظ سرعه ارسال 90 ميل بالساعه يعني ارسال ما كان سريع. تعادل ارسال اول عندما انقذ الفرصه ياتي بارسال 127 ميل بالساعه ينجح تبسيرفيتش ويحصل على الفرصه يانكو تبسيرفيتش. تحدث مع النفس هنا تبسيرفيتش يحفز النفس يعطي النصائح كما ذكرت بان الان نقترب من الساعتين ساعه 59 دقيقه بان الان كل لاعب بذل مجهود كبير الان ياتي دور الذهن ياتي دور كيف تتعامل مع النقاط الهامه الفرص. يا للروعه تغطيه ولا اروع انطلاقه سليمه سريعه من اندي ماري. لاحظ حاول هنا تبسيرفيتش عندما راى اندي ماري يتمركز مكان بعيد كسر الايقاع بدروب شوت ولكن لم تكن دقيقه اندي ماري وصل وبعد ذلك هنا التغطيه حاضره لان ما كانت سريعه من الصرب. التعادل اشواط مهمه كل شوط له اهميه كبيره في هذه المجموعه الفاصله والحاسمه. يسرع هنا لاحظ اندي ماري كان هناك ايقاع واحد بعد ذلك فجأة سرع من الذراع وراس المضرب وغير الايقاع الى اسرع ونجح في هذه التسديدة ويحصل الان البريطاني المصنف الرابع عالميا على فرصة الكسب. تبسيرفيتش يريد ان يحقق افضل نتيجة في ميامي يريد ان يصل الى نصف نهائي وهنا في المقابل اندي ماري يريد ان يصل الى ثالث مرة الى نصف النهائي وما افضل في ميامي هذا هو الهدف وبعد ذلك الهدف يكون اكبر في المباراة القادمة. طبعا يا للروعة تبسيرفيتش لا يستسلم هنا سيرفي لهذا الشوط لا يريد ان يفقد شوط الارسال ولاعب هنا بكل جراءة سدد بالباك النذرة العميقة بعد ذلك على الشبكة الأولى والثانية سهلة مستحيل أن يضيع مثل هذه الكرة السهلة ولكن هنا فعل الأجمل والأحلى عندما أتى بتحريك أندي ماري حتى يصل إلى الأسهل. تعادل لحظة الإصرار لاحظ يتفاعل مع النفس هنا لحظة التقاء راس المضرب والكرة التوقيت لم يكن سليم والدليل بأن ما فيها دوران اتجهت للخارج لأن الذراع ممدود للأمام والآن تأتي فرصة أخرى وهنا عندما تأتي الفرص أين يسدد الإرسال اللاعب تبسيرفيتش على باك هاند أندي ماري في جهة الأدفانتج الآن في نفس الجهة وكرتين في المنتصف على الإرسال الثاني الحذر موجود ولكن على الإرسال الأول سدد على جهة الباك هاند لأندي ماري هل يفعل ذلك الآن؟ الملعب ايضا تبسيرفيتش يتحدى ويرتكب نفس الخطا مثل الخطا الماضي بالباك هاند ايضا تخرج ولكن سنتابع هذا التحدي واعتقد بان الكره خارج نعم لان ما فيها دوران كبير ما في كيرف
والبريطاني أندي ماري. شوطين شوط واحد كسر إرسال ويتقدم أندي ماري. لبس ربج تدخل آخر والله يمكن يتفائل الآن يعني لبس ربج. نتذكر في المجموعة الأولى عندما طلب الاقتصال عن طبيعي عالج القدم كان متأخر وقلب النتيجة، وبعدين أندي ماري عندما كان متأخر طلب أخذ الدكتور عشان يعالج المعدة كسب، والآن تبزنبتش يطلب الأخصائي العلاج الطبيعي ليعالج ربما البلستر في الرجل. سلامات، وممكن معنين يتفائل الآن، أصبح كل واحد فيهم يعني رغم بأن هذه خرافات ولكن التفاؤل والتشاهم موجود في مجتمع العالم وأي مجتمع آخر. ممكن هذا اللاعب يقول لك الآن متفائل، يقول لك عندي مريض طلب وكسب وأنا أطلب وكسب، خلني أطلب ما عندي مشكلة. أيضا هي فترة راحة المباراة الآن أخذت أكثر من ساعتين، يعني اللياقة البدنية المقصود اللياقة البدنية ممكن فقد كل لاعب منهم جزء كبير مقصود اللياقة البدنية. نذكر مشاهدينا الأعزاء بأن ليس قبل الساعة الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة أي بعد أربع ساعات من الآن نصف ربع نهائي الرجال الثاني، واجهة قوية بين المتدور الأسباني رافائيل نادال يواجه جو الفرنسونجا، واجهة ستكون قوية حيث يتفوق نادال على تسونغا 6-3 في سجل المواجهات، هذه المواجهة ستكون عاشرة. أما غدا بإذن الله عزيزي المشاهد فالمباراة الأولى والبداية في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة. الاستديو التحليلي أول مباراة سنكون على موعد مع نصف نهائي السيدات، وبعد ذلك ليس قبل الساعة 10 مساء ربع نهائي رجال، ومن ثم ليس قبل الساعة 2 صباحا مع ربع نهائي الرجال، والختام مع نصف نهائي السيدات ليس قبل الساعة 4 صباحا. إذن نحن على موعد مع 4 لقاءات غدا بإذن الله، لقاءين في نصف نهائي السيدات ولقاءين في ربع نهائي الرجال. عودة لهذه المباراة، سمسربيش تعالج وعاد الآن وهو يبحث عن كسر إرسال، فعل ذلك أمام أندي ماري، والآن ما في مجال يعني التعويض يأتي الآن وألا يكون تحت الضغط اللاعب الصربي. ولكن تمسربيتش عكس المجموعة الأولى كان يستغل مثل هذه الكرة ويصعد وينجح، ولكن الآن كما ذكرت لك بأن جسد اللاعب ولياقته البدنية غير، يعني عندما تنخفض اللياقة البدنية يأثر على أداء طبعا، يأثر على قوة اللاعب. وهنا الأخطاء لتمسربيتش المجموعة الثانية 17 الآن وصل لعشرة، ولكن عندي ماري مثالي خطأ واحد فقط في المجموعة الفاصلة، هذا مؤشر إيجابي للبريطاني. تجعل اللاعب يفقد الثقة الآن من خطأ لخطأ، لاحظ خطأ أول هذا خطأ ثاني على التوالي من نفس المكان. يمتاز بالتسديد من الحركة، لاحظ هذه المهارة الرائعة، كرة منخفضة ولكن لاحظ كيف يرفع من رأس المضرب ويسدد في العمق على الخط. ثلاث فرص متتالية الآن للاعب البريطاني. ثلاث
الاندي ثلاث اشواط متتاليه الان للبريطاني. لاحظ يا عزيز لاحظ شيء طبيعي تأثر هذا اللاعب تأثر وواضح تركيزه وما يحتاج ما يبي له قراءة يعني الكرة الأخيرة تعطيك القراءة كاش إن التركيز راح من الصربي يعني تركيز انخفض كرة سهلة من الصعب أن يفقدها ولاحظ في آخر 14 نقطة يخسر 11 يكسب 3 ومن خطأ لخطأ لا شيء 30 لغة جسد أمامك وأوحى عزيز المشاهد ولاحظ أندي ملاي كيف يصمد بلياقة بدنية مميزة وهذا ما فعل أمام جيل سيمو الذي تابع جيل سيمو يوم الأمس كان مجهد تعبان مع نهاية المجموعة الثانية بينما أندي ملاي كان في مخزون لياقة بدنية عالية الآن نفس الشيء أشعر بأن تحركات أندي أفضل من يانكو تبسلفيتش الجميع نقطة أخرى لأن لو فقد هذا الشوط مهمته راح تكون صعبة جدا ولهذا شوط البقاء في المنافسة في هذه المجموعة هذا الشوط أوه إرسال ساحر أندي ملاي يتحدى إذن لم يتحدى ولكن رفع اليد أندي ملاي رفع يده كأنه يتحدى ما أدري Sorry? I didn't announce it. بالفعل انا ايضا نفسك تبسلفيتش انا شعرت نفسك لما اندي ملاي رفع المضرب بهذه الطريقه توقعت بان التحدى ولكن اندي ملاي يقول لا لم اتحدى وجلس وهنا ايضا تبسلفيتش يهيئ النفس خلص الفارق 3-2 أندي ملاي يتفوق الفائز في هذا اللقاء سيواجه الفائز بين رافائيل نادال وبين جورج تسونغا وكما ذكرت قبل قليل مباراة تسونغا ونادال ليس قبل الساعة الرابعة صباحا أي بعد ثلاث ساعات ونصف من الآن تقريبا لأن هناك مباراة في ربع نهائي السيدات بين أزارينكا وبرتولي الساعة الثانية صباحا يعني بعد مباراة لو تأخرت راح تتأخر نادال ولكن قبل ذلك على أقل تقدير الساعة الرابعة صباحا كان الله في عون المحبين والعشاق اللي ينتظرون يسهرون وباشر يعني يوم عمل في الوطن العربي في كل مكان يوم عمل يوم دراسة وفي البعض والله يضحي ويسهر ويتابع لأنه مجنون في هذه اللعبة وما إلا بالفعل تستحق هذه اللعبة لأنك يعني ضحي عشان تشوف وتتابع وتستمتع لأنه ما في بطولات يعني من بطولة بطولة ننتظر وهنا نشاهد أندي ملاي الأفرج ماله بالنسبة للاستقبال على الإرسال الأول هذا أندي ملاي نفس المكان متر ونص بالإرسال الثاني ملاي يتحرك متر من داخل يعني شوف متر خلف الخط ومتر داخل الخط على حسب الإرسال الأول والثاني
نقطة أولى. كل نقطة يحتاجها البريطاني كل ما يحتاجها النمري، ثلاث أشواط على الإنسان خلاص يمر كأول لاعب إلى نصف النهائي، هذا ما يحتاجه النمري. لكن هذا اللاعب كما ذكرت لك موسم مختلف تماما، بداية قوية عندما دخل نادي العشر الأوائل وأعطى قيمة لهذه المكانة الذي يتواجد بها من خلال أربع مشاركات، أو هذه المشاركة الخامسة يصل إلى ربع نهائي أربع مرات وما أفضل. بدل طويل والخطأ يأتي من يانكو تيرتنوفيتش، يغير المضرب تيرتنوفيتش، يبحث عن مضرب آخر، ربما لم يشعر بارتياح في شدة الخيوط عندما سدد الكرة خارج الملعب. قضية محكمة متقنة من البريطاني. قال له خلصها ما بيه، ولكن لاحظ اني مريه هو الرايح العمق، ليش ما ادري، يعني حطها اي مكان في الملعب خلاص، لان يعني تمسلفش توقف. ولكن البريطاني يفقد فرصه، يفقد فرصه ثمينه، ولكن الرصيد يسمح، يعني 40 لا شيء، الان ما زال لديه فرصتين. ردت فعل ممتازه، اذا يتمكن تقدم 4 ل 2 اندي مري. يحاول ان يتمسك بهذا الكسر الان اندي مري حتى نهايه المباراه، لا يريد ان يفقد شوط الانسان. الان تيرتنوفيتش امام مهمه يجب ان ينجز بهذه المهمه. يحافظ على شوط الأسد حتى يبقى على حظوظه في المنافسة. تذكر في المجموعة الأولى أندي مري تقدم 4-2 وفرصة 5-2 ضاعت. الآن كرات جديدة، يعني هذا أدفانتج حق تيرتنوفيتش. يخرج بقليل قرار صائب من حكم الخط، لم تلامس هذه الكرة. ارسال رائع، ثلاث فرص متتاليه ليانكو. شوط سريع لاندي موري، وشوط يبدو بانه سيكون سريع ايضا ليانكو.
الجو بالفعل سريع لياكو تمتلك شوط نظيف 4-3 أندي موري لعب تفتربج المصنف الثاني على صربيا بعد نوفاك جوكوفيتش هو التخطيب التاسع عالميا أفضل تخطيب له خلال مسيرته الاحترافية وفي الموسم الماضي تفتربج خرج من الدور الرابع أمام جيل سيمو بالمجموعة الفاصلة هنا والآن في ربع النهائي وهو متأخر 3-4 كما ذكرت هذه خامس مشاركة له هذا الموسم في بطولات الـ ATP نتائج مميزة نهائي تشيناي يخسر أمام راونيتش نصف نهائي مرسيليا أمام لودرا ربع نهائي دبي أمام جوكوفيتش والآن ربع نهائي آخر حتى الآن ما زال في المباراة اللاعب الصربي هو من مواليد 1984 مولود في بلغراد يقيم أيضا هناك في بلغراد احترف عام 2002 استطاع أن يفوز ب 203 مباراة خلال مسيرة احتراف هذا الموسم عنده 15 فوز و 15 فوز على الأراضي الصربية أندي موري هل يتمكن البريطاني من الاقتراب أكثر وأكثر من خلال الشوط القادم وهو يرسل والجمهور الجمهور الصربي هنا حاضر يؤازر في هذه المواجهة مطلوب يا تبسم مطلوب وهنا تركيز منخفض في هذه التسديده لكن اعتقد هذا اللاعب لما اشاهده بان فقد المخزون لياقه لياقه تاثر باللياقه لان يعني لو قارنا كلا اللاعبين عند هذا مباراه اكثر من اندي مري لان مري عنده مباراه انسحاب وهذا خاض ثلاث لقاءات واندي مري لقاءين فقط وايضا لو قارنا المجموعات ايضا تبسربتش اكثر خطا سهل يعطي نفسه دافع البريطاني يحقق افضل نتائج في تاريخ بريطانيا هذا اللاعب عنده 22 لقب وعنده ايضا نتائج ايجابيه في الماسترز ما استطاع لا تيم هيلمان ولا رولسكي ان يفعلوا ما فعله اللاعب اندي موري لكن حتى الان البريطانيين يعني يتاملون في هذا اللاعب بانه يحقق لهم لقب على الاقل في الجراند سلام منذ سنوات ما في لاعب بريطاني تمكن ساعتين وثلاث وعشرين دقيقة منذ البداية حتى الآن ما زلنا نتابع هذه المباراة شاهدنا مجموعة أولى تقلبات بها أيضا الثانية ولكن الثالثة ما زال يحافظ على التقدم أندي موري
الغربي. ولكن كان يحرك تيم سلمتش، ولكن تيم سلمتش بالأخيرة بذل المجهود وسدد كرة عميقة. تعادل والأصوات ترتفع مع هذا التعادل والعودة. جمهور الصربي يتفاعل مع عودة يانكو تيم سلمتش. لاحظ في آخر نقطة كم قطع، قطع هنا 40 متر بينما عندي موري 28 متر، يعني شوف الفارق تقريبا الضعف. يا سلام يا سلام، بعد هذه النقاط يأتيك لاعب بسرعة ارسال 132 ميل بالساعة ويحسم النقطة من خلال ارسال اول قوي سريع. والفرصة الان من جديد للمصنف الرابع عالميا. 339 مباراة خلال مشوار احترافي، يعني 6 سنوات. Can we stop that camera, please? الشوط الثامن اما يقرب اندي موري اما ان يعيد تيم سلمتش في هذه المجموعة. لم يتحرك الكرة عنده، ولكن هذا الخطأ يعطينا قراءة بأن في توتر تشنج هنا قبل التسديد من البريطاني. تيم سلمتش يضع ضغط الآن على أندي موري، فرصة أولى تأتي الآن في المجموعة الثالثة. هو كسر إرسال موري 3 مرات في الأولى، مرتين في الثانية، الآن هذه الأولى، هل يتمكن من الكسر؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، 130 بهذه القوة. نعم أندي موري يدافع بإرسال ساحق لا يصد ولا يرد، ولاحظ التوقيت عندما احتاج هذه النقطة كيف رفع من التركيز وأتى بإرسال في غاية الروعة. التعادل. يتفوق البريطاني. أمام فرصتين متتاليتين حصل تيم سلمتش على البريك بوينت، ولكن لا يسأل عن البريك بوينت لأن البريطاني موري أتى بإرسال سريع قوي ساحق 130 كان سرعته،
ودافع عن الفرصة بعد ذلك يتمكن هنا من كسب الشوط ويتقدم 5-3. إذا موري على بعد شوط واحد جيب سنفتش شوط البقاء يرسل سالجي ارسال بيانستايس اخرج موري من الملعب نقطة أولى لا شيء 2010 او 2011 و2012 كان يأتي بكرات خيالية خاصة من الحركة كرات مستحيلة الشوط القادم الشوط العاشر أندي موري الرابع على مين يرسل من أجل المرور إلى نصف النهائي وتبسنفيتش يفكر كيف يحقق الكسر الآن لهذا الشوط أعتقد أندي موري لو وضع الإرسال الأول بسرعة 125 إلى 130 كإرسال أول سيكون له تفوق ولكن على الإرسال الأول لاحظ ينظر الى المضرب كأنه يتحدث مع المضرب هنا في هذه الصورة لا يحرك ساكن هنا افضل نتيجة للاعب تبسلفيتش في هذه البطولة دور ربع النهائي 2008 وفي هذا الموسم على بريطانيا هنا يرتفع كنا تابعنا علم صربيا قبل قليل ولكن الآن يرتفع العلم البريطاني مع هذا التقدم وأندي موري يرسل من أجل المباراة
ما استقرت في منتصف الملعب وعادت في ملعب تمسلفيتش الذي حاول يفاجئ. لحظه، هذه الكره ما كانت جيده من اندي موري. طبعا مهما كنت من لاعب، مهما كنت قد حققت انجازات، مهما كانت قيمتك، ولكن الخوف والتوتر ينال من اي لاعب مهما كانت قيمه اللاعب. في بعض الاوقات في مباريات التوتر والخوف ينال منه. على بعد نقطتين في هذا التوقيت. يا يانكو تمسرفيتش ما كان داخل لاين من هذه الوضعية الصعبة. مغامرة مخاطرة كبيرة يدفع ثمنها اللاعب الصربي. لا أعلم لماذا اختار الآن الباكج في ظل كروس كورت يجب عليه أن يبادر يكمل، ولكن لم يتحمل الضغط ويسدد خارج الملعب. أندي موري أمام فرصتين متتاليتين، فرصتين للمرور الى نصف النهائي.